في شيء اسمه فهم الكتاب والسنة. يقول الله في كتابه: ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان، لما يفهم الواحد مقاصد الشريعة، يفهم الواحد معنى كلام الله ورسوله فيصيغه بصياغة معينة، لا يعني ذلك أنه ابتدع في الدين، هو ما خرج عن الدين. فمثلا لو قلت الآن هذا كلام لأتباع أبي عرف، لأتباع أبو عرف الحكاية، لو قلت يجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء، يجب علينا وعلى كل إنسان أن يؤمن بأن الله خلق كل شيء كما قال جل وعلا في الوحي: الله خالق كل شيء. ويجب علينا أن نؤمن بأن الله يملك كل شيء كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك. ويجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل مدبر لكل شيء كما قال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم قلت: ويجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له في كل ما أمر الله عز وجل به من العبادات، أن نخلص الدين لله عز وجل. يجب علينا أن نخلص العبادة لله، ويجب على غيرنا، لأن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ويجب علينا أن نؤمن أن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى. ويجب علينا أن نؤمن أن الله عز وجل قال: ولله المثل الأعلى. هذا كل كلام من الوحي، ما في ولا حرف ليس من الوحي. هل في هذا الكلام قصور؟ هل في هذا الكلام خطأ؟ لا شيء فيه، من الكتاب والسنة. فجاء العلماء الذين وفقهم الله عز وجل ففهموا من هذا الكلام الوحي الذي ذكرته الآن، فهموا منه بما أن الله عز وجل خالق كل شيء، فعال لما يريد، يملك كل شيء، يدبر كل شيء، هو رب العالمين، فسموا أفعاله الربوبية. وأتوا إلى القول الثاني، وهو أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وأمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، وقال: ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقالوا: توحيد العبودية، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده. أو قالوا: توحيد الألوهية، لأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة. فقالوا اثنان: توحيد الألوهية. وأتوا إلى قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولقول الله تعالى: وله المثل الأعلى. والمثل معناه الصفة، كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فمثل الجنة يعني صفة الجنة. ولله المثل الأعلى يعني ولله الوصف الأعلى. فقال الله له صفات: سميع وعليم وبصير وخالق ورزاق، صفات لله عز وجل. فقالوا ثالثا: الإيمان بأسماء الله وصفاته، أنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هل ابتدعنا شيئا في الدين؟ هل ابتدعنا شيئا في الدين؟ ما ابتدعنا، لكن العلماء من فقههم الذي وفقهم الله إليه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن العلماء الذين قرأوا الكتاب والسنة ووفقهم الله عز وجل إلى الفقه في الدين، قسموا هذا التقسيم لكن العلماء الذين وفقهم الله عز وجل إلى الفقه في الدين
سهلوا للطلبة للعامة فاستقروا قرأوا كتاب الله، قرأ الوحي، فقالوا توحيد ربوبية افراد الله بأفعاله، توحيد ألوهية افراد الله بالعبادة، توحيد الأسماء والصفات أي أن الله له الأسماء الحسنى لا شريك له فيها، وله الصفات العلى لا شريك له فيها. أبو عرفة يقول هذا بدعة في الدين، وهذا تثليث كتثليث النصارى، وانخدع في هؤلاء الذين أقسم بالله أنني مشفق عليهم، انخدعوا بهذا الكلام.